أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أعزائي المشاهدين ديلور يعني بتغريدة غاضبة يعني يصب غضبه على EA سبورت العالمية. طبعا أعزائي المشاهدين قبل التعرف على باقي تفاصيل هذا الفيديو أتمنى منكم فضلا وليس أمرا الضغط على زر لايك اشتراك في القناة وتفعيل ذلك الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. أما بعد أعزائي المشاهدين طالب الدولي الجزائري أندي ديلو من شركة EA سبورت بتعديلات جذرية وجديدة على لعبتها فيفا 2019. وطبعا نشر اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور من أصول جزائرية من مستغانم خاصة تغريدته على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: من فضلكم EA سبورت أن تصححوا الخطأ، أنا جزائري ولست فرنسيا. إذا مشاهدين لم أجد تعليق مناسب لما رأيته في هذه التغريدة. صراحة هذا اللاعب الذي فضل المنتخب الجزائري على المنتخب الفرنسي، هذا اللاعب الذي فعل وفرض نفسه على المنتخب الجزائري لكي يحقق ويلعب معه في كان 2019، وحتى يعني عندما لم يختير كلاعب في كان 2019 مع المنتخب الجزائري قال أنني سأنتظر المنتخب الجزائري بعد كان 2019. صراحة حب هذا اللاعب للمنتخب الجزائري وحمل ألوان المنتخب الجزائري خرافي للغاية. لم أجد تعليق مناسب صراحة، هنالك العديد من الأفكار والأقوال أريد أن أصرح بها ولكن يعني متراكمة في رأسي، ولكن لا أستطيع يعني قولها لكم يعني لأن لدي العديد من الأفكار والعديد من الكلمات. وكلما تكلمت عن هذا اللاعب يعني سيبقى قليل في حق هذا اللاعب، لأن حبه للمنتخب الجزائري وحبه للجزائر خاصة يعني كبير للغاية، وأفضل من حسام عوار، أفضل من ماكسيم لوباز، ويعني الذين خانوا الوطن يعني الذين خانوا المنتخب الجزائري ولم يمثلوا المنتخب الجزائري، ويعني ندموا يعني كل اللاعبين الذين يعني كانوا يتكبرون على المنتخب الجزائري حاليا هم نادمون، خاصة حسام عوار الذي نشر على تغريدته أنه يفتخر بالمنتخب الجزائري والتحقيق الذي حققه في كان 2019. ولكن للأسف إلى اللقاء يا حسام عواري، أنا لا أقبل يعني لاعبين يعني فضلوا المنتخب الفرنسي على المنتخب الجزائري وبقيت تتماطل. لكن نضع حسام عوار جانبا ونتكلم عن أندي ديلور. أندي ديلور يعني كما قلت لكم لم أجد تعليق، رجاء اذهبوا إلى صندوق التعليقات وصرحوا بما تشاءون، لأن هذا اللاعب يعني يستحق أكثر من كلمة، أكثر من مليون شكر وأكثر من مليون يعني كلمة يعني إعجاب خاصة في هذا اللاعب. طبعا نقدم لك تحية وتقدير واحترام كبير يا أندي ديلور. وطبعا هذا اللاعب أعزائي المشاهدين أندي ديلور هو هداف نادي مونبيلي الفرنسي، يعني متواجد حاليا كما قلت لكم رفقة المنتخب الوطني الجزائري بدولة مصر في كان 2019 التي تحتضن منافسة كأس أمم إفريقيا لسنة 2019 والتي وصل فيها الخضر إلى المربع الذهبي، يعني المربع الى الربع النهائي، وبات ابرز المرشحين لنيل كان 2019 ولنيل تلك النجمه الثانيه والمنتظره الاكثر من 21 سنه. اعزائي المشاهدين اذهبوا الان الى زر يعني نشر هذا الفيديو وانشروا هذا الفيديو مع اصدقائكم في الفيسبوك في تويتر اينما لديكم مكان وحساب في السوشيال ميديا، انشروه يعني فقط لكي يراه أندي ديلور وكم يعني نعبر عن حبنا لأندي ديلور لهذا اللاعب. صراحه هذا اللاعب كسب قلوب جميع الجزائريين وما زال يكسب قلوب جميع الجزائريين حاليا في كان 2019. نتمنى لك يعني التوفيق مع المنتخب الجزائري، ونتمنى لجميع اشبال المنتخب الجزائري التفوق على ساحل العاج يوم الخميس ان شاء الله. هنا ينتهي هذا الفيديو، لا تنسوا لايك اشتراك وتعليق محفز لنشر المزيد من الفيديوهات، وايضا لا تنسوا الشيء المهم هو ان تضغطوا على ذلك الزر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم.